شو المشكلة ماما؟ شكلك متضايقة، شوفي. زعجتني حماتك العنيدة سافيتا، نزعت لي مرائي التصرفات يلي بتسم البدن. شو عملت هاي المرة متوحشة هلأ؟ شو ما عملت، بدنا نفكر شو بدنا نعمل مع بعدين. بالأول خلينا نعمل اللي اجينا مش يعني اليوم. شفت اللي فارشة شي؟ شكلها كأنها متوترة كتير. هاي المشكلة اللي عم تواجهها اسمها أشوين، مو هيك؟ المشكلة اللي ما فيها تتخلص منها بسهولة. ماما انت شو اللي ناوي تعملي هلا؟ نواياي كتير منيحة ابني، انا اخصائية اجتماعية، رح ساعد الكل، يعني رح خلي فارشة تتخلص من كل شي بيخوفها وبيقلقها بشكل نهائي. تعا معي شوف. كيفك أشوين ابني؟ أنا منيح، كيفك أنت؟ ماشي الحال. شو عم تعمل أنت هالأيام؟ أنا قصدي شو الشغل يلي عم تشتغله؟ في عندي شغلي الخاص له علاقة بالنشر. كتير حلو. شو اسم الدار؟ دار شاردة للنشر. دار شاردة للنشر؟ بعتقد يمكن فارشة بتشتغل فيها كمان، ما هيك؟ ما هيك فارشة؟ صح ابني؟ ايه صح. فارشة كانت تشتغل بالشركة تبعي، صحيح كنت بعرفها هي وعندي بالشركة كتير منيح. بعرفها منيح لفارشة بس بالاسم طبعا. ما شفتها أبدا. بصراحة عمتي عندها بمبومبي فرعين كمان. أنا بشتغل بالمركز الرئيسي، والفرع يلي فارشة فيه ما بروح
عليه ولا عباء الأفرع إلا نادرا، مشان هيك أبدا ما التقينا. بس هي موظفة كتير نشيطة وشغلة منيح، مشان هيك كنت دائما اسمع عن التزامها. كانت مديرة قسم التسويق بالشركة. بصراحة بسبب نشاطها نحن 30% حققنا مبيعات زيادة، مشان هيك شركتنا عطتها توصية، حتى انه رسالة التوصية وقعتها أنا بنفسي. أشوين، أنت ولا مرة خبرتني بهالشي، قصدي يعني ما خبرت حدا. حبيبتي، أول مرة شفت فارشا كانت بالعرس، في كتير بنات اسمهم بيكون نفس الاسم، كيف بدي أعرف إنه هي نفسها فارشا؟ هلأ لما عمتي خبرتني إنه هي نفسها فارشا موظفتنا، عرفتها فارشا، بس هيك. منيح إنه أخيراً عرفنا الحقيقة كلياتها. أي حقيقة يعني؟ لك حقيقة إنه كنتك كتير ناجحة وذكية كمان. وأثبتت وجودها مو بس بالبيت وبالشغل كمان. شو كنتي مفكرة مثلا؟ اني رح اقول لكل الناس كل شيء؟ كل شيء عنا؟ فارشا، كيف يعني ممكن اعمل هيك؟ ليش يعني؟ بصراحة انا ما بقدر اعمل اي شيء بيزعجك. مستحيل اعمل هيك. أنا حدا بيحبك كتير فارشا. أنا حدا بدي تكوني ملكي، يعني بدي تكوني إلي وبس، بس بطريقتي. ما فيني أشوفك مفضوحة ومزدولة قدام كل الناس بهالطريقة. فارشا، مو مهم قديش في مشاكل موجودة بطريقنا، رح اتغلب عليهم كلهم، بس مستحيل اذيكي. انا بقدر افهم شخصيتك كتير منيح، مشان هيك اليوم انا فارشا. حاولي تفهمي مشاعري وتعرفي عن شو عم احكي. انا كتير بحبك. قديش رح تضلي تعاقبيني مشان كذبه وحده؟ خبيت زواجي عنك لانه ما كان بدي اي شيء خليني اخسرك ابدا. بس بكفي بقى، ما كان بدي اشوفك مرة تانية ولا بدي احكي معك بشي ابدا. بس من سوء حظي التعيس انك زوج اخت ساتيش، يعني بتكون صهره، وهلا للاسف صرت مضطرة دائما اتحملك بس بسبب هي العلاقة. بس هذا يلي انا رح اعمله، واياك انك تحاول تتعدى معي حدودك، واياك تحاول انك تقرب مني اكثر، ولا تحاول انك تخليني احس بهذا الشعور مرة تانية. شو ما كان يلي عملته اليوم هو خدمة إلي أنا، ورح أحكيك بصراحة، إذا أي شيء رح يصير بيناتنا فأنا رح خليه يصير على المكشوف وقدام الكل، ورح تكون مشكلة كبيرة لهالسبب. بس أنا حاولت خلي الموضوع بيناتنا، صحيح إني قلقانة، بس أتأكد ماني خايفة أبدا. إذا الماضي تبعي بيكون مفضوح ومكشوف قدام عيون الكل، بحياتي ما خفت ولا رح خاف، لأني مقررة إني أحكي كل شيء لساتيش، ولا حتى اني افكر خبي عنه شيء. بس حبي لاورمي لو محبه ساتيش الها كمان، هدول السببين يلي وقفوني. بعرفها منيح لفارشا، بس بالاسم طبعا ما شفتها ابدا. عندها بيبومبي فرعين كمان، انا بشتغل بالمركز الرئيسي،
والفرع يلي فرشة فيه ما بروح لا عليه ولا على باقي الأفرع. ماما انت لسه ما نمتي؟ انت منيحة ماما؟ فيكي شي؟ أنا آسفة آسفة غلطت معك عن جد، ما كان بدي مد إيدي عليكي بس مزاجي مو منيح أبدا ومشان هيك ضربتك. فوتي على الغرفة. امشي قدامي احسن لك. ليش هيك يعني عم تبحرقي فيني؟ اه؟ قلت لك كانت غلطة مو بقصدي. شو بدك وطي على رجليك بوسن يعني؟ روحي، اجيت عم ينادي لك. هو بيكون زوجك. انت متذكرة او بدك ذكرك؟ بس ماما. أنا ما بعرف ليش أنت خايفة مني، لك أنا زوجك ما رح آكلك. ليش عم ترجفي من الخوف؟ قلت لك ما رح أعمل لك شيء. لا تخافي ما رح أعمل شيء. ولا شيء. حتى ما رح ألمسك. بس بالمقابل أنت لازم تعملي لي خدمة. بس خدمة صغيرة. شو الخدمة؟ لازم تطلبي من أمك إنها تروح على بيت الخالة بهافنا وتعمل لها زيارة وتكشف لها حقيقة فارشا. شو قصدك؟ قصدي إنها لازم تقول إنه فارشا ومديرة أشوين بيعرفوا بعض كتير منيح، مو بس علاقة شغل يعني، وإنه بيناتهم علاقة غرامية. كأنك تفاجأتي ها؟ أوه. ما كنتي بتعرفي هالأخبار ما؟ قولي يلا يا فاندو الحلوة، هاي هي الحقيقة المرة. واليوم الماما كانت عم تحاول كمان إنها تكشف الحقيقة قدام الناس، بس أشوين تأخر بالوقت قلب القصة. عكل مو مشكلة، ما بيهم. اللي ماما ما قدرت إنها تعمله اليوم، بكرة بتعمله أمك، وصدقيني رح تكوني مبسوطة. بس تحكي الحقيقة للخالة بهافنا، صدقيني إذا أمك عملت هالشي رح ترتاحي كتير. سمعي يا أرنوبة، أكيد أنتي ما بتحبي تتعذبي مو هيك؟ بس إذا هالمهمة ما صارت فأكيد بتعرفي شو بقدر إني أعملك. تعرفي شو فيني أعمل ما؟ تعرفي هذا وعد شرف فانديتا. ها؟ منيح؟ أي صحيح، لازم تتذكر كتير منيح إنه أنا لما بوعد وعد بعمله شو ما بده يصير. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.